ثلاثة اتنين واحد on air. ايوه برضو معاكم مصطفى سعد زي كل مرة. طب دلوقتي احنا هنعمل ايه؟ هنعمل حاجة حلوة اوي 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 اوي. اوبن جيل. اوبن جيل عبارة عن API للي ما يعرفوش، يعني اللي ما يعرفوش يروح ياخد فكرة ويبقى يجي، عشان غالبا يعني في يعني مش هشرح كل حاجة للي ما مش عارف كل حاجة خالص يعني. طيب احنا هنشتغل اوبن جيل سي بلس بلس. هتقولوا ليه سي بلس بلس؟ يعني ده بناء على طلب الاخوة يعني، وبعدين بما ان احنا كلنا عارفين سي بلس بلس ف هنزيد في الاوبن جيل. اي نعم الاوبي هيكون في يعني نطاق ضيق كده جدا، يعني مش زي الجافا او الحاجات ديت، بس يعني الجافا ليها الاخوه بتوعها اللي بيعملوا حاجات زي الفل يعني. الصراحه سي بلس بلس انت لو دورت يعني هتحفر كده اهوت شويه، بس يعني لو هتلاقي كام كتاب كده حلوين. وممكن اقول لكم اوريكم يعني كتاب انا كنت شغال منه، يعني كتاب حلو قوي. المهم احنا دلوقتي اصلا كل اللي احنا هنعمله في التوتوريال ده ان احنا نعمل ويندو، مش هنعمل حاجه اكتر من كده. طيب دلوقتي واحد يقول لي هي ايه الاوبن جيل ده، يعني اروح اجيبه من الصيدليه مثلا؟ اقول له لا حضرتك يعني بما ان هو API وحضرتك عندك جي بي يو او كارت شاشه، فكل اللي احنا عايزينه اللايبراري اللي احنا هتربط يعني هي اللي هتقعد تكلم الهاردوير او كارت الشاشه يعني، وتقول له احنا عايزين نعمل ايه. فاحنا اول حاجه هنعمل تلات حاجات. هنعمل داونلود لفري جلوت، هي اسمها كده. دور على اللينك ده ترانسميشن زيرو فري جلوت، بس هو يعني انت لو دخلت على فري جلوت نفسها تديك السورس كود، وانت بقى المفروض تعمل له كومبايليشن وحاجات كده. فالاخ نوت مشكورا مدينا الباينري فايلز، فانت حضرتك زي الباشا هتدوس هنا تعمل داونلود. نيجي تاني حاجة جلو، انا مش عارف اتنطق كده صح ولا لا، بس ما علينا. جي ال اي دبليو. المهم حضرتك تيجي هنا داونلود، هتلاقي نفسك اصلا في داونلود، يعني في شايف المربع الحلو ده وكده. احنا عايزين باينريز عشان احنا ناس متدلعين ومش بنعرف نكمبايل السورس كود، يعني احنا كبرنا قوي ندوس على ران في فيجوال ستوديو. عايزين جلوت نفسها. صحيح جلو برضو دور عليها في gle.w.sourceforge حاجة كده. المهم يعني عندك اوبن جيل برضو هيديك السورس كود وانت تعمل له كومبايل، بس يعني احنا برضو عشان احنا ناس متدلعين اكس ميشن هتلاقي الاخ عامل كل حاجة يعني ما شاء الله. هتلاقي على فكرة كمان السورس وهتلاقي الباينري فايلز. وللي عايز يريح دماغه خالص هيلاقي فيه رار فايل كده، يعني ملف مضغوط كده في الهزي اللي انا ده عملته داونلود اهو كله. طيب لحد كده الحياة حلوة صح؟ بكل بساطة عايزين بعد ما نزلنا اللايبرز دي نعمل ايه؟ نستخدم. فهنفتح الفيجوال ستوديو، انا بستخدم 2012، لو انت 2010 خش على 10، لو انت 2012 خش على 11. تعال على في سي اللي هي في فيجوال ستوديو بلس بلس سي بلس بلس، وتعال على انكلود، اعمل فولدر سمي جي ال. هتيجي تدخل جوه مثلا فري جلوت، هتلاقي انكلود، تاخد اللي جواه تحطه هنا، تروح على جي ال اي دبليو او جلو، تخش على انكلود، تاخد اللي هنا تحطه هنا. نفس الحكايه مع جلوت، بس جلوت مفيش انكلود، هو الهيدر فايل ده خده حطه هناك. طيب الحاجه التانية ايه؟ خلصنا الانكلود،
نخرج على في سي بلس بلس تاني لب او libraries. حضرتك برضه تدخل تاني على فري جلوت هتلاقي لب، خد الحاجه حطها هنا. لو انت اكس 64 خد اكس 64، لو انت 86 او 32 يعني 86 هي 32 تاخد اللي بره دي تحطها هنا. وبرضه انت لو 64 خد اللي بره حطها هنا، مش ناقصين وجع دماغ. انا 64 واخد اللي بره حطيتها هنا، يعني مش على مش في الجهاز اللي انا بسجل منه، على اللابتوب عندي، عشان عندي تجارب سيئة مع ال 64. تدخل على GLEW Libraries Release 32، خد اللي هنا حطه هنا. ارجع تاني لجلات، خد اللايبراري حطها هنا كده. ناقصي كده الفيجوال ستوديو اللي انا زي الفل. انت راجل مية مية، ويعني الراجل مشكورا، هشكرك وكل الهزيلة. طيب نعمل ايه بقى؟ ناقص حاجة مهمة. الويندوز هتجيلك تقولك فين الـ DLL files. حضرتك تدخل هنا اهوت في كل واحدة من التلاتة، في جلات و GLEW و جلات نفسه، هتلاقي فيه باينري. خد الـ DLL برضه فيه 64، سيبك من الـ 64 خليك مع الـ 86. حضرتك هتاخدها وتدخل هنا على سيستم 32، ارزعها هنا ويبقى كتر خيرك لو رزعتها في ويندوز. برضه خش على GLEW وخد نفس الحكاية اهي، ارزعه في ويندوز وسيستم 32. بقول لك هقول لك انا ليه ترزعه في ويندوز. انت لو في سيستم، انت لو يعني الجهاز اللي انت قاعد عليه 86 اللي هي 32، لو رزعت في سيستم 32 مش هيشتكي، مش هيقول لك لا هتشتغل تقريبا، يعني حسب ما اتذكر. لو انت 64 هيقول لك مش لاقي الحاجه. فحضرتك يا اما تحطه في سيستم اللي هي فوق سيستم 32 اللي هي دي، يا اما تسيبه في ويندوز. فانت يعني بالمره حطهم مع بعض. انا حاسس ان انا عامل يعني زي الدكتور اللي هو كان في تمثيليه الكبير قوي. خد الـ DLL file حطه في ويندوز، حطه في سيستم 32. خلصنا؟ لا ما خلصناش. انا بضحك. اه ماشي. الفيجوال ستوديو كده خلصنا كل هذه اللي بره. حضرتك نيو بروجكت كده اهوت، امتي بروجكت، اوبن جيل، سي بلس بلس. اقول لك يا الله عملنا بروجكت. حضرتك تيجي على البروبرتي مانجر عشان ما يجيلكش مشاكل، يعني بعد كده يبقى انت عملت السيتنجز يعني دائما وابدا. حضرتك هنا هوت بقى، لو مش ظاهره لك البروبرتي مانجر هتضطر من فيو وتقعد تقلب هنا. راحت فين؟ راحت فين؟ مش لاقيها. ما علينا ما علينا، المهم ان انت ايه هتلاقيها، يعني حاول تدور كده وتلاقيها. يعني حضرتك هتلاقي نوت اسم البروجكت بتاعك، تفتحه تلاقي فيه ديباج وريليز. احنا ندخل جوه ديباج، تيجي هنا تعمل ايه؟ ممكن تجيله هنا اهوت على اللينكر، لان انت لو ما عملتش كده هيقعد يجيب لك ايرورات عجيبه، وتيجي بقى تقعد تقول لي في مشكله وتجيب لي الايرور وما تبقاش فاهم الايرور ده بتاع ايه. هو اي حاجه فيها ال وان وكي يبقى انت بوظت حاجه هنا.
هتيجي هنا تكتب OpenGL 32.lib. على فكرة ممكن تستخدم اللي هي البراجما كومنت، بس يعني احنا ناس بنكسل فهنعمل دي. بدل ما تكتب OpenGL.lib glue.lib GLU يعني glut 32 GLEW 32، انا مش عارف تتنطق ازاي وحاسس انها بنطقها غلط، بس ما علينا. اللي شايف انها بنطقها غلط يعني يبقى يصلح عادي يعني، المهم انها ما بنطقش العربي غلط. بعدين في glut dot الاي بي الاي بي يعني ممكن لو عايز زيادة تأكيد يعني اقول لك يعني اعملها وخلاص. انا مش فاكر اصلا هتشتغل من غيرها ولا ما ولا هتشتغل بيها. حضرتك هتيجي هنا تروح لنفس الفولدر اللي احنا حطينا فيه اللي هو انكلود نفسه بروجرام فايلز، تنزل هنا خالص ل فيجوال ستوديو بي سي انكلود جي ال سيلكت فولدر. انا عملت سيلكت اصلا، انا فاكر ان انا عملت حاجه هنا. لا هو اللي معمول هنا يعني، انت مش لازم تعمل دي، انت ممكن تعملها فوق. نرجع هنا اخيرا هنكتب كود. انا بعشق الحروف الكابيتال، بعرفش شيء ايدي من على الشفت. المهم طيب هننكلود، اظن كلنا بنعرف نعمل انكلود يعني حاجه حلوه وكل حاجه تمام. جي ال حضرتك تجيب ال فري جلاد بتاعك وتجيب ال انا ما كنتش بسجل كل ده بس ما علينا. المهم بصوا يا رجاله ما فاتناش كتير يعني، هما دقيقتين. انا عملت انكلود لشويه الحاجات ديت جي ال اي دبليو فري جلات وجي ال جي ال يو واي اف 3 والستاندرد نيم سبيس والانت مين. واحد يقول لي ايه دول، ايه دول؟ احنا ما خدناهمش في الكلاس، احنا خدنا التاني الفاضي. اقول له بص يا باشا دي البارامترز اصلا بتاعت المين، يعني انت لو اشتغلت كده على لينكس تلاقي نفسك كده بتيجي تكومبايل بريجولر الديناصور اللي هي جي بلس بلس جي بلس بلس مثلا، فتلاقي نفسك كده بتقعد تكتب كلام كده كتير عشان يكومبايل. الكلام ده بيتبعت للمين في البفر بيجيب لك ده، يعني اعتبر ان المين نفسها عباره عن فانكشن ليها بارامترز وهي دي البارامترز، انت ما بتبعتهاش الكومبايلر هو اللي بيبعتها. طب هنحتاجهم في ايه؟ هنحتاجهم في السطر اللي بعديه اهو. احنا لازم اول حاجه في الكود بتاعنا نينشالايز جلات، وعشان تنشالايزه هيطلب منك حاجتين اللي هما اللي فوق، تبعت له بوينتر على اول واحده وتبعت له تاني واحده. طيب هنعمل ايه تاني؟ هنعمل كده نقول له كده احنا معانا initialization عندنا العيب كده، نقول له بص يا باشا احنا عايزين نعمل display mode كذا كذا كذا. ايه كذا 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 دي؟ بص هو بيتعامل مع الويندو او الشاشة اللي هو بيعمل render فيها. على فكرة فاتت 12 دقيقة واحنا لسه في تاني function. المهم يعني بتعمل زي ايه يعني، هقول لكم حاجه زي كده اهوت. دي معناها ايه؟ معناها بنقول له بص يا سيدي احنا عايزين ويندو، الويندو ديت بتسبورت يعني او بتدعم الالوان اللي هي الريد والجرين والبلو والالفا. الالفا اللي هي الحاجه يعني تبقى شفافه. في حاجات زي الديبث
يعني اتوقع انتوا فاهمين يعني ايه دبس. الدبس ده يعني اللي هو ايه، حاجة ورا حاجة يعني في 3D. يعني واحد هيقول لي طب هما ليه عاملينها اصلا اذا كان هو بتاع 3D، اقول لك ما اعرفش هما اللي عاملينها كده مش انا. في حاجات بقى زي يعني في شوية حاجات كده بقول لك عليها. المهم وفي حاجة تالتة انا ناسيها، بس خلينا دلوقتي في الالوان. احنا عايزين نعمل تاني كل الحاجة initialization. يعني بص احنا نقول له احنا عايزين الويندو، نقول له الويندو سايز هيبقى قد ايه، يعني 800 600 حلوة او 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 800 600. اللي هو انا بسجل او بسجل فاضل 15 دقيقة واحنا عملنا 3 فانكشن بس. برضو جلط يعني التاني البوزيشن، عايز تسيبها عايز ما تعملهاش ما تعملهاش، عايز تحطها حطها براحتك يعني مش هيقول لك لا. بس يعني ده من شيء من انواع الرفاهية يعني. ناقصنا ايه تاني؟ الاوبن جي ال ليه كذا فيرجن من اول سنة 94 وهم عمالين ينزلوا فيرجنز. دلوقتي احدث حاجة 4.3. طب واحد يقول لي انا اعرف منين اللي عندي دي ايه، اقول له بص يا حبيبي انت بيبقى يعني لو دورت على النت كده هتلاقي في كام ابلكيشن كده وحل بتنزله ويقول لك بتاع ده، يقول لك ايه يقول لك الفيرجن اللي عندك كام. انا اللي عندي على اللابتوب 3.1، اللي عندي على البي سي هنا اهوت 4.3. احنا بنقول له ان احنا عايزين نستخدم النسخة بتاعة 4.3. فانت لو ما عندكش 4.3 هتعمل ايه؟ مش هتنتحر ولا تروح ترمي نفسك من الشباك، لان دي بتحصل في احسن العائلات. 4.3 عشان تجيب يعني احدث نسخه حضرتك كده تروح الويب سايت الشركه اللي عامله الجي بي يو بتاعك او كارت الشاشه. انا عندي اي تي اي، دخلت على الويب سايت بتاعهم ما لقيتش حاجه، دخلت على اي ام دي قاعد يقول لي اسمه ايه جي اللي هو كارت الشاشة عندك الإصدار بتاعه ايه. المهم كتبته له ونزلت زي ابديت كده لي 100 ميجا، وبعدين تعمله ستوب هيجيب لك الأحدث حاجة. يعني عايز تعملها اعملها، مش عايز تعملها ما تعملهاش. بس الإخوة اللي قاعدين بتلاتة مثلا أو أقل من تلاتة أو تلاتة من عشرة مش هينفعوا يستخدموا الجي ال اس ال اللي هو الجديد، اللي هو يعني غالبا هيبقى احدث حاجة. يعني في زي سينتكس يعني كده مش هيعرفوا يتابعوا معانا السينتكس بتاع ال GLSL. انا عارف ان انتوا مش عارفين ايه هو ال GLSL، بس مش هقول لكم على دلوقتي. اللي تعبان وعنده عقدة نفسية ولازم يعرف يعني ايه هو ال GLSL ده، عنده عم الحاج جوجل زي الفل يعني. المهم خلينا في اللي احنا بنهببه. احنا عملنا كل حاجة ما عدا ان احنا عملنا ما عدا ان احنا نكريت الويندو نفسها. هيطلب منك التايتل، هنعمله ايه؟ يلا جي ال يو سي دي. واحد يقول لي طب ها وبعدين ما خدناش منك غير الكلام لحد دلوقتي، هنقول له هو ما خدناش مني غير الكلام يعني، لان هو لحد دلوقتي انت لو عملت ران ممكن يتف في وشك يعني. لا سبحان الله عمل رن قفل تاني، جميلة جدا. الله يحرق الأبسط على سنين الأبسط على العمل الأبسط. انت انتي فيروس خانيق خانيق. بحرقه الفيجوال ستوديو. مات 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 مات. ده شغال بس ده مات ده مات. لا اله الا الله يا مستعجل يعني.
اشتغل اشتغل اشتغل. طب خد فشار. انا في المعاناة دي الحمد لله رجعنا تاني. في حاجة كمان، يعني احنا عشان دلوقتي لوبنجيل هيقول لنا طب ماشي ادينا عملت لكم الويندو، ارسم لكم ايه بقى؟ فلازم نديله فانكشن بترسم، مش لازم تكون بترسم حرفيا، المهم نديله فانكشن وخلاص. هو عايز بوينتر على اي فانكشن والسلام. ديسبلاي ولا بتاخد حاجة ولا بتعمل حاجة، ويعني ريتيرن وخلاص. نقول له هي يا سيدي الديسبلاي فانكشن اهو، شايفين عايز فانكشن. وخلي بالك بقى يا بيه ان هي لازم تكون static function. انا عارف ان مفيش static node، بس متروحش تعمل لي class والdisplay member function فيه لو عايز تعمل كده. في شوية حاجات تاني لان انا حاولت اعمل كده اهوت، بس في الاخر قلت يعني تتحرق السي بلس بلس على اللي عاملينها، ورحت اشتغلت جافا. انا عارف ان في ناس ممكن تقتلني بعد تتحرق السي بلس بلس ورحت اشتغلت جافا دي، بس ما علينا. المهم احنا قلنا له هو الديسبلاي لحد دلوقتي برضه هيقول لنا، يعني هيتف في وشنا من الاخر. ناقص حاجه واحده بس، اخر فانكشن. احنا عملنا كل حاجه، عملنا initialization لكل، من اول initialization يعني للسايز بتاع الويندو لحد الفانكشن اللي هترسم. ناقص حاجه واحده بس، نقول له ابتدي يا عم الحاج glut main loop، دي بتقول له ابتدي. وعلى ما اعتقد ان احنا لو دوسنا هنا كده دلوقتي المفترض تطلع لنا ويندوز، بس عشان احنا ناس زي الفل طلع لنا مشكله. كان نوت اوبن كذا فورجيتن وفرحتان. لا دي مشاكل نفسيه في الاخ فيجوال ستوديو. طيب ندوس تاني. الحمد لله شاشة بيضاء أبيض فأبيض، أنا في مكان واسع وكل أبيض فأبيض. طيب دلوقتي احنا كده عملنا اللي علينا، خلصنا اللي عملناه وقعدنا بتاع 25 دقيقة. انا عارف ان هي 23 دقيقة دلوقتي، بس هي ممكن تدخل 25 دقيقة. فاللي احنا عايزين نعمله ان احنا لازم في المرة الجاية انا ابطل راي وابطل ادخل في مواضيع جانبية ونركز في الكود، بس انا عارف ان احنا هنقعد مع بعض كتير فبحاول الطف الجو يعني مش اكتر. المهم احنا دلوقتي عندنا نافذه، قصدي عندنا ويندو ليها تايتل وليها سايز وليها بوزيشن وليها كل الحاجات دي، والحياه حلوه وكل حاجه تمام الحمد لله. طيب اشوف وشكم بقى على خير في توتوريال تاني، ويلا مع السلامه.